أهلا بحضراتكم. كعادة دائما هذا البرنامج مع فضيلة الإمام، دائما ما نقتحم الموضوعات الاجتماعية ذات البعد الديني واللي بتمس شريحة كبيرة جدا جدا من أهلنا المصريين وكمان من مشاهدينا في الوطن العربي. في حلقة هذا المساء إن شاء الله سنقتحم أيضا واحدة من هذه المشكلات، ألا وهي تأخر سن الزواج. إما هذا نتيجة لعادات اجتماعية وتقاليد ربما تتمسك بها بعض العائلات والأسر المصرية، إما المغالاة في المهور وفي المطالب المادية من الشاب الذي يأتي لطلب الزواج من إحدى بنات العائلة، أو ربما لعزوف الشباب من تلقاء أنفسهم عن فكرة الزواج، سواء هذا بالنسبة للشباب من البنين أو من الفتيات. وهذا أمر أصبح واضح بشكل كبير في المجتمع المصري، لأنهم لا يريدون أن يتحملوا مسؤولية في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. بالتالي نتحدث في حلقة هذا المساء عن المخاطر التي تواجه المجتمع المصري والمجتمعات العربية من هذه الظاهرة، وكيف نتعامل معها وفقا لما بين وشرح لنا الدين الحنيف. اسمحوا لي بادئ ذي بدء أن أرحب بفضيلة الإمام العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. مولانا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضرتك. سؤالنا لحضرتكم على الفيسبوك في موضوع الحلقة، من وجهة نظر حضرتك ما هي أهم أسباب العنوسة وعزوف الشباب عن الزواج؟ هننتظر إجابات حضرتكم على صفحتنا على الفيسبوك، استفساراتكم الهاتفية وكمان التواصل على الاسم اس. بس وبنبشر حضراتكم بشرة جميلة، إن شاء الله ابتداء من يوم الثلاثاء القادم هتكون حلقة كل ثلاثاء مخصصة للرد على اتصالات حضراتكم الهاتفية الاسم اس على الفيسبوك، هتكون حلقة حضراتكم بس مع فضيلة الإمام، هيتفضل فضيلته بالرد على كل أسئلة حضراتكم ابتداء من الثلاثاء القادم بإذن الله من أول دقيقة وحتى آخر دقيقة. أتحول إلى موضوع الحلقة مع فضيلة الإمام. مولانا، فيما يتعلق بالعنوسة والزواج، حضرتك تحدثت وأفضت كثيرا في أهمية الأسرة وعمود النسب وهذه الأمور، ولكن لماذا برأيك تفشت مشكلة العنوسة في المجتمعات العربية خصوصا مصر على رأس القائمة بما لا يقل عن 8 ملايين فتاة زي ما بيقولوا فاتها قطر الزواج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الزواج مؤسسة مهمة، مؤسسة ربانية أمرنا الله سبحانه وتعالى بإنشاء المجتمعات عليها، ولذلك فهي ليست فقط تجربة إنسانية ناجحة، وهذا بإزاء رأي الفوضويين الذين يرون أن مؤسسة الزواج مؤسسة غير ناجحة وأنه لابد أن نسير سبهللة. لما كانوا هم يسيرون سبهللة في حياتهم ظنوا أن هذا يصلح للاجتماع البشري، ولكنه لا يصلح للاجتماع البشري. فعقيدتنا وديننا وكل الأديان تقدس الأسرة وتحترمها وتسعى لبنائها إلى آخر ما هنالك، والأسرة يتم فيها نظام، وهذا النظام هو الذي يفرق بين الزواج وما بين الزنا والعياذ بالله والفاحشة الذي وصفه ربنا سبحانه وتعالى بأنه كان فاحشة وساء سبيل. فإذا ما الذي يترتب على الزواج؟ يترتب على الزواج العدة، بمعنى أن المرأة عندما تتزوج فإنها عندما يموت زوجها أو يطلقها تأخذ مدة حتى تتعبد لله، مدة شهر تستبرئ بها الرحم، نشوف رحمها، وقد تكون قد شالت الرحم في عملية أو قد تكون كبيرة في السن، ولكن أيضا لابد عليها أن تمكث 3 شهور حتى ونحن متأكدون أنه لا يمكن حمله أو ليس في حمل، إذن فهو تعبد عبادة. كأن مؤسسة الزواج هي من عند الله بأوامر الله سبحانه وتعالى، ولذلك حتى في كل الأديان هكذا قضية الزواج قضية متصلة بالدين، صحيح، وليس بالآراء والأفكار وكذا إلى آخره. فالمهم أن الزواج له أركانه، ابتداء الزنا ملوش أركان.
ثم إن الزواج له طريق في الانفصال وهو الطلاق. الزنا ما فيش طلاق وفيه ثبوت للنسب، والزنا ما فيش ثبوت للنسب. صحيح. وفيه عمود للنسب والزنا ما فيش عمود للنسب. وهناك فارق كبير بين الزواج وبين. لماذا أقول هذا؟ أقول هذا لأنه عندما تتغير الثقافات تظهر ظاهرة العنوسة. يبقى إذن لا علاقة بنظام الزواج بقضية العنوسة، لأن هناك من يطرح بديلا وهو إباحة الرفق والزنا، وهذا ليس حلالا وليس محترما وليس معقولا ولا منطقيا، وهو فساد في الأرض. إنما المعقول أن نغير ثقافتنا. فكيف نغير الثقافة إذن؟ وما هي الثقافة المغلوطة التي تؤخرنا؟ الثقافة المغلوطة التي تؤخرنا أن الزواج لابد له من مهر كبير جدا يطالب به الرجل، والأمر ليس كذلك. كان سيدنا عمر لما طلع أنه قال لهم لا تغالوا في أصدقة النساء، جمع صداق. صحيح. في المهور. نعم. المهور ما تغالوش فيها. نعم. إحنا أصبحنا الآن في ثقافة بتطلب أول ما يجي للراجل، والأفلام حتى مبنية على كده، والكلام معك شقة؟ فيقولوا لا ما معيش. يقول له طب معاك مهر؟ يقول له ما معيش. طب معاك وظيفة؟ يقول له لا أصل لسه ما تخرجش. طب في شبكة وفي قايمة، والقايمة دي هتوديك في داهية لأنك هتبدد وكذا إلى آخره. هذا نظام اجتماعي على فكرة لا بأس به، ولكن عندما يتمسك به الجميع، ودي دي بقى الغلطة الثقافية، ملهاش دعوة بالدين، ومنقع في العنوسة. ايه مشكلة 8 مليون فتاة؟ ان في 8 مليون فتاة لما جينا عرضنا عليهم النموذج هذا، وهو احد النماذج، فجعلناه هو النموذج الوحيد، لانه السائد، لانه السائد، ولانه على فكرة بيؤكد مسألة اخرى وهي ديمومة الاسرة، ودي مسألة برضو شديدة الحساسية، ديمومة الأسرة، وأن المسألة ليست سهلة هكذا. تروح تتجوز لي البنت النهاردة وتيجي مطلقها بكرة؟ لا. ومن هنا، وهي مسألة دقيقة بس عايزة فهم، عايزة فهم، عايز نفهم، لأنه في كثير من الأحيان وإحنا بنفهم الناس هم يفتكرون أن إحنا بندعو إلى هذا. إحنا ما بندعوش إلى هذا، إحنا بنقول ينبغي على البنت أن تطيع أهلها، والبنت دي يجب أن تفهم أن اللي هيجي يتجوزها من غير مهر ومن غير شبكة ومن غير شقة ومن غير كذا، أنه مش هيدوموا مع بعض كتير، بس الجواز حلال. ما احنا لازم بقى نفهم، احنا هنرميها، يعني حتى كلمة عامية يقولوا احنا هنرمي البنت، البنت حبت يعني. الولد والولد حبت البنت، وراحوا اتجوزوا وبمعرفة الاهل ومعرفة الجيران وكل حاجة. قعدوا عند امها او امه، فامه طلعت عينيها وعين اللي خلفوها، ما طقتش، قالت له طلقني، طلقها. استمروا كام سنة؟ 2 بالكتير. مش في ثمرة لهذا الزواج؟ في ثمرة، الطفولة المشردة. طيب، يبقى أنا علشان فكرة العنوسة تروح بضطر أضحي بأمور في غاية الأهمية. يبقى ده أنا قدام مشكلة حقيقية مش مشكلة وهمية. بعض الناس دلوقتي إخواننا بتوع الشيعة دول جم هنا في مصر وقالوا يا جماعة طب ما تحلوها وأبيحوا زواج المتعة. ونقول لهم طب زواج المتعة ده لما هنبيحه هيحل المشكلة؟ ده هيعقدها. ليه؟ زواج المتعة هو القضية كله اللي فيه انه مؤقت، بيروح لبنت الحلال ويقول لها انا هتجوزك اسبوع، هتجوزك شهر،
فبنقول احنا اهل السنة انه ده حرام وانه ده تلاعب. وانا بسأل الشيعي، يا حضرة الشيعي اتجوزنا اسبوع فالبنت حملت مني يبقى ابني ولا لا؟ قال اه ابنك طبعا. قلت له طب وبعد ما سبتها، لان الاسبوع فات او الشهر لازم تعتد وتشوف اللي في بطنها ولا اللي مش في. قال طبعا. قلت له طب هو في مهر؟ قال لي ايوه طبعا. قلت له طب ولازم اهلها يوافقوا؟ قال ايوه طبعا. قلت له طب وهتحل ايه؟ ده انت كده ما حلتش، ده انت كده هتكتر لي ان البنت هتقعد تتجوز 10 فكرة 20. التشريد وتشريد الاطفال وعدم وجود كيان اسري واحد. فهل السؤال هو الصريح المريح لانه بيدعى اليه دلوقتي على النت، هل زواج المتعة هيحل العنوسة؟ الاجابة لا، ده هيزود المشاكل. طب مولانا، هل فكرة التوقيت وان يكون الزواج بلا وقت وبلا وغير محدد الاجل، هل هذا مؤبد؟ هل هذا شرط الا بالطلاق؟ هل هذا شرط من شروط صحة عقد الزواج؟ باتفاق اهل السنة، باجماع اهل السنة. الشيعة بس طلعوا لينا وقالوا لنا لا، اصل ده عمر بن الخطاب هو اللي منع المتعة، وعمر احنا بنكرهه فيبقى المتعة حلال. والامر ليس كذلك. سيدنا النبي في 6 مواطن حرم النكاح المتعة وخلاص اتقفل. احنا بنقول كده ورواياتنا صحيحة وكل ده، بس انا عايز بقى اسأل من الناحية، سيبنا بقى من الادلة ومن اختلافنا مع الشيعة وكده، انا عايز اسأل من الناحية الاجتماعية، هو نكاح المتعة حل حاجة في المجتمعات الشيعية؟ تروح بقى لراجل كبير من الشيعة، راجل محترم مرجع كده او آية او كده، وتقول له انا عايز اتجوز بنتك متعة، يوم يضربك لانه لا يفعل المتعه الا الاسافل. تمام، اذا هو اجتماعيا حتى غير مقبول هناك كمان. ده مش عندنا وبس. فانا بقول للولاد اللي قاعدين دلوقتي بيتكلموا على النت انه طب ما نحلها بنكاح المتعه، مش هو مذهب من مذاهب المسلمين بيبيحها؟ اقول له يا ابني انت كده هتعقد المشكله، هنخرج من مطب العنوسة طيب. إلى مطب أطفال الشوارع. نعم. طيب فضلتك ذكرت منذ قليل بأنه الطريقة والطريقة السائدة الآن وجود ضرورة وجود شقة مسكن للزوجية ونفقة وما إلى ذلك، هذا أمر ضروري وحضرتك قلت أنه أمر حميد، ولكن هنقف مثلا عند البعض يغالي، وحضرتك قد تنكر هذا على البعض، المغالاة في الطلبات. أنا بنكره على الجميع. نعم. نعم. ينبغي أنه لما الواحد يروح يعني يبقى حاجة معقولة. لما جيت اتزوج رحت لابو مراتي وقلت له انا عندي شقه ومفروشه، فايه رايك ما يعني؟ قال لي طب اشوفها يعني كده وببساطه كده. تمام. الكلام ده من 40 سنه لانه احنا تاريخ زواجنا 40 سنه الخميس اللي فات. كل سنة وحضرتك وصلك كلمة طيبة، ربنا يخليكم لبعض. ما احنا هنألف بقى كتاب في السعادة الزوجية طبعا، الله 40 سنة. وفي خلال الحمد لله ال 40 سنة، ويمكن تكون هي سمعانة دلوقتي، ما مدتش يدي عليها ولا طلقتها ولا اتغبنا ولا رحنا هنا ولا هنا، ما شاء الله مولانا، ربنا يخليكم لبعض. احتراما للمرأة. صحيح. واخد بالك ازاي؟ عملا بسنة سيدنا صلى الله عليه وسلم. صحيح. فالمهم الحاصل يا أستاذ انه جينا قال لي لا بس يعني أوضة النوم مش حلوة مش كويس نغير، ودفعنا في أوضة النوم دي 300 جنيه حينئذ من 40 مبلغ. سنة طبعا. مبلغ كويس طبعا، مبلغ. ال 300 جنيه دي الأوضة دي موجودة لغاية دلوقتي ما شاء الله، حقيقي غيرنا احنا. صحيح. وكذا، لكن الأوضة دي موجودة لغاية دلوقتي بتستعمل في استعمال. إذن ال 300 جنيه لما نيجي بقى نشوف قال لك آخرنا آخر مهر 400 درهم. ال 400 درهم ده كان بيساوي كام؟ 40 دينار. كان الدينار لما تيجي تفكه ب 10 دراهم. طب الدينار فيه قد إيه؟ فيه 4 جرام وربع ذهب عيار 21. طيب 400 في 4 و 40 في 4 وربع يبقى 170 تقريبا جرام. تمام، مظبوط. ال 170 جرام قول الجرام ب 300 جنيه النهارده،
يبقى بكام ال 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 170 يعني ب 50,000 جنيه تقريبا 50,000 جنيه وشويه بسيط. ده زياده ده هي ايه اللي هي جواز الملوك يعني. فاذا 50,000 جنيه لما نسمع بقى ان المهر بقى 1,200,000 وان الحفله لوحدها تكلفت 100 و200 و300 يبقى اذا مش تقول لي ايه ظاهره العنوسه. ده انا بقول لك يعني الطبقه الحاكمه والطبقه العليا 50,000 جنيه. طيب. النهارده لا ده النهارده مؤخر الصداء وصل مبالغ ضخمه جدا وكل بنت تتمايص واهلها يتمايصوا في وضع مبالغ خياليه كمهر وكتجهيز وكده. وبعدين يقول لك يعني 50,000 جنيه يعني هيعملوا ايه؟ هيشتروا كرسي؟ ايوه ما هو هيشتروا كرسي صحيح من اوضه الملك فاروق. اوضه الملك فاروق لما جه يشتريها اشتراها ب 12,000 جنيه ذهب. فاضطر يسأل فؤاد باشا سراج الدين انه يديله سنة مقدم عشان يشتري الأوضة من فرنسا. ايوه ده مالك اغنى بلد كانت في الشرق والغرب. ما تسيبوا الناس بلاش كده بلاش انك تحقر النعمة التي انعم الله بها عليك. بلاش تسرف كلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين. سبب العنوسة هو نمرة واحد الطريقة اللي بنتجوز بيها. طيب هل الأهل هنا مخطئون حينما لا يتماشوا ولا يطبقوا الحديث الشريف إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير؟ وقد كان طبعا غلطانين ولازم يتبعوا الحديث النبوي الشريف ولازم يتخيروا لأبنائهم مش الأهل وبس. ده أصبح مع ان البنت اتعلمت والبنت خرجت واشتغلت والبنت شاركت في البناء المجتمعي اصبح برضه هي رايها الاول والشرع خلى رايها الاول فبتروح بتختار غلط من الاول. انا مش عايزها تختار غلط انا عايزها تختار بتوفيق الله بالهدوء كده. لكن ال وما سمي القلب إلا أنه يتقلب وكل شوية بتعجب بواحد والواحد أنكت وأمر من اللي قبله والمقياس من ترضون دينه وخلقه دينه. لحسن يجي لي بقى واحد ظاهره ملتحي ومقصر الجلابية وكل حاجة تمام التمام وما فيش خلق ما فيش رعاية لأموال الناس وده شهدناه من 40 سنة وكذا إلى آخره. الناس تاخد منك الفلوس قال علشان يتاجر في العسل وبعدين يروح يشتري مكتبة جينية الحرامي وبعدين لما تيجي تقول له هشكيك يقولك تشكيني للطاغوت. ما هي المحاكم طاغوت عنده. الله طب وانت رحت بعت نفسك للشيطان وبتسأل دلوقتي على ان محاكم قضاة المسلمين بقت طاغوت وهكذا كذب في كذب في كذب كله كذب بيكذبوا على انفسهم. ادي اللي عملوه الجماعات الارهابية دي من سنة 38. في بعض الناس يقولك من سنة 68 غلط. 68 عايز يبرأ الجماعة الارهابية هو من 38 والارهاب ده شغال لان القتل شغال لان الدم شغال. طيب استاذن فضلتك بعد الفاصل الفتاة اللي جالها شاب ذو خلق وذو دين وامكانياته معقولة ولكن الاهل لا يريدوا اتمام هذا الزواج. هل تتزوج هذه الفتاة دون اذن وليها دون اذن الاهل؟ هنعرف الاجابة من فضلت الامام بعد الفاصل. ابقوا معنا. لما نيجي نتكلم على موضوع العنوسة الحقيقة أنا بفضل دائما وأبدا مصطلح تأخر سن الزواج وده بيرجع لأسباب اقتصادية وأيضا أسباب اجتماعية. هناك أيضا أسباب ربما تكون أسباب ذاتية تتعلق بالتكوين
يعني الثقافي للمرأة فيما يخص قدرتها على ارتفاع وعيها في اختيار شريك الحياة، ولها مواصفات في هذا الشريك. أعتقد أن هذه المسألة جعلتها تتروى كثيرا في مسألة الارتباط. فقدان الأمل في المستقبل، البطالة، ارتفاع يعني أسعار الوحدات السكنية، إن البنات ربما ما تكونش رغبة قوي في تكوين أسرة بشكل مبكر، بتبقى عندها البعض منهم يرغب في تكوين حياة عملية وتكوين حياة علمية مستقلة، وبالتالي هذه المسألة بتجعلهم في حالة من حالات يا إما عدم القدرة على تكوين أسرة، أو في حالة من حالات التردد في خوض هذه التجربة. تأخر سن الزواج يختلف عن نسبة الطلاق، ولكن في ارتباط ربما ارتفاع نسب الطلاق تجعل البعض يعزفوا عن الإقدام على الزواج. وبالتالي عارفة يعني لما تقولي كده أن أنا شفت تجربة سيئة قدامي وبالتالي أنا مش عايز أخوض نفس التجربة، دي بتبقى في التكوين النفسي أو حالة نفسية بتجعل هناك حواجز بيني وبين الإقدام على هذه الخطوة. طبعا بنشكر دكتور نسرين بغدادي واتحول لفضيله الامام. دكتور نسرين، حقيقة تطرقت الى اكثر من مشكله، ربما بعضها المشكلات الاقتصاديه والمغالاة زي ما فضلت ذكرت ونقاط اخرى، ولكن اذا تشبثت البنت بان تتمم هذه الزيجه ووليها لا يرضى، هل تقدم على هذه الخطوه؟ لا، شرعا لا يجوز لها ان تقدم على هذه الخطوه الا عند الاضطرار، لكن قبل الاضطرار لا يجوز، لا يجوز. ولذلك جمهور الفقهاء خلى الإمام الحنفي، الإمام أبو حنيفة الذي نسير في قوانيننا على مذهبه إلى الآن، يرون أن الولي ركن من أركان الزواج، ولهم حق في هذا، لأنه في الحقيقة إن مؤسسة الزواج في الإسلام ليست، وإن كانت تبنى على التأبيد، ليست هي مؤبدة، يعني مثلا في أديان أخرى مثل الكاثوليكية مثلا لا طلاق على الإطلاق، خلاص هي دي مراتك، يعني جزء منك لغاية يوم القيامة. لكن الإسلام فيه طلاق وفيه انفصال، ولذلك هذه المؤسسة تحتاج إلى حماية، ما هياش حمايتها ذاتية من خلاص التصق كده وما جمعهما الرب لا يفرقهما الإنسان، لا، ده في طلاق، والطلاق يحتاجوا إليه بعد كده. يعني حكاية تجربة أن الرأي الإسلامي هو الأوفق للعصور المتتالية دي قضية تانية، وقد احتاجوا إليه فعلا ونفذوه، في وبقى في طلاق مدني وفي زواج ما إلى آخره، لكن مش هي دي القضية. القضية هي إن هذه الأسرة تحتاج إلى حماية، ولذلك الولي بيبقى حامي لبنته. لما أجي النهاردة من بداية الزواج أنشئ مشكلة كبيرة ملهاش حل ما بين البنت وبين أبوها، ده ما هوش عملي، ولكن إلا عند الاضطرار. عند الاضطرار بقى بجد الأب المعضل. إيه الأب المعضل ده؟ مش عايز يتجوز بناته عشان الجواز عيب، أو البنت هتتبهدل، او ازاي بعد ما ربطها واحد تاني يجي ياخدها على الجاز، مفيش حد يستحقهم، في عقائد كده عقائد، بس دي حالات الحقيقة. وبعدين البنت تكبر ويظهر هذا العضل من الرجل، يبدأ بقى من الاب، يعني يبدأ يرفض بلا سبب، يطفش العريس من غير مناسبة، هنا بالفتاوي بقى، ما هياش بحكم عام نقوله للناس كده في التلفزيونات انه يا ايتها البنات روحوا اتجوزوا لما ابائكم يرفضوا، لا،
إطلاقا وإلا هيفشلوا. لكن مع وجود هذا الأب وفي حالة معينة من الاضطرار بنقول للبنت لا أنت كبرتي بما فيه كفاية، أبوك عضلك بدون شك وثبت هذا يقينا، ولذلك يجوز لك أن تذهبي وأن تمارسي حياتك الطبيعية لكذا بزواج عند المأذون وإلى آخر. طيب مسألة الاضطرار ما هي لكي تكون أيضا محددة ومقيدة؟ ما عمرها ما تكون محددة ومقيدة، دي تحتاج إلى فتوى شخصية يعني بالواقع يعني. بالواقع لأنه أنا عايز أدرس عدة جهات، عايز أدرس احتياج البنت للزواج، سن البنت، تكرار تقدم العرسان ليها ورفضها، تعنت الأب من صحيح. غير مبرر، كل هذا ثابت يعني. كل الحاجات دي هي عناصر للي في النهاية هنقول لها اذهبي فتزوجي فأنت رشيدة. طيب مولانا في حالة معاكسة بقى، يعني في بعض الآباء بيرفضوا زواج أبنائهم الذكور أو الشباب من فتيات من أسرة ما، يقولوا ما فيش تكافؤ اجتماعي، ما فيش يعني حاجات كتير، لا دي مش هتنفعك، والأب ممكن يهدد ابنه بأنه هو هيبقى عاق لو كمل الزواج أو تمم الزواج، وأن هو هيتبرى منه وهيقع في حقوق الوالدين. هل هذا الشاب سيكون عاق إن لم يطع والده ويترك هذه الفتاة ولا يتزوجها؟ إحنا عندنا هنا ثلاث صور بثلاث مراحل. المرحلة الأولى إن الولد لسه ما اتجوز ولا ارتبط ولا أي حاجة، فأبوه بيقول له إياك أن تذهب إلى هذا المجال. تمام. وإحنا بننصح الولد نصيحة مؤكدة وبنقول له طاوع أبوك، أبوك أكثر منك خبرة، أبوك المفروض إنه أحن الناس عليك، أبوك كذا وكذا. القضية الثانية هي قضية إنه لا ده راح اتجوزها، راح اتجوز، فابوه بيقول له طلقها، لا ما يطوعوش، الأسرة أولى وليس هناك عقوق. لكن لو تزوج يا مولانا مش هيبقى هنا عق أبوه؟ الزواج هو حق شرعي من حقوقه، هو راح اتجوز وهو راح اتجوز اتجوز مفيش عقوق، مفيش عقوق. أبوه مش عاجبه الحكاية دي فقال له طلقها، ما يطلقهاش، ما يطلقش كده. فجمل الإمام أحمد بن حنبل وبيقول له أبويا عايز أطلق مراتي، فقال له لا ما تطلقهاش. قال له بس سيدنا عمر كان عايز من ابنه عبد الله ان هو يطلق مراته، فالنبي قال له اطع اباك. فسيدنا الامام احمد قال له عندما يكون ابوك عمر، عمر ده قلبه معلق بالله، لو كان فيكم محدثون لكان عمر، عمر ده كان رجل شفاف قلبه نقي، فلما يقول له طلق يبقى لازم في حاجه هو شايفها، واخد بالك؟ زي الروايات اللي بتقول ان سيدنا اسماعيل خلى سيدنا ابراهيم خلى سيدنا اسماعيل يطلق، غير عتبه بابك. ليه؟ لان سيدنا ابراهيم ده سيدنا صحيح. ابراهيم اذا عندما يكون ابوك عمر، لكن ابوك ما هوش عمر بيطلقها لانه من أسرة مش مناسبة والعنطزة اللي ملهاش داعي، أو إنه بيطلقها علشان أمور دنيوية كلها، أو بيطلقها كذا إلى آخره، لا ده ما ينفعش، الأسرة مقدمة. فإذا إحنا الأمر الثالث أو الحالة الثالثة إن الولد يكون بيحبها حب عمى، ما هو الحب أعمى، أيوه مش قادر خلاص، وحبك يعني للشيء يعمي ويصم في الحديث كده. فخلاص عامل زي روميو وجولييت واسمه ايه ده قيس وليلى والجماعة دول، بيقول لك قيس ده هو كان وهو بيحب أم يغمى عليه من شدة الحب، أم يقولوا له ليلى يفوق كده. هل في كده؟ احنا ما شفناش، أيوة. ما شفناش النوع ده، ما حصلش، لكن ما اعرفش حصل ولا ما حصلش، لكن هم بيرووا الروايات أيوة. العجيبه دي. لو وصل للحد ده خلاص ده هيهلك يعني، فيروح يتجوزها ولا يكون زواجه بها عقوق لوالديه. مولانا ايضا في هذه الجزئيه فكره الكفاءه، يعني فكره ايه؟ لا يا بنتي ده ما ينفعكيش، ده مش كفء ليكي، لا يا ابني ده الناس دول ما ينفعوش معانا، يعني مش من مستوانا بالبلدي. شوف هقول لسيادتك هقول لحضرتك حاجه، احنا عايزين الاسره بقدر الامكان تستمر، عايزينها تستمر. هي صحيح مؤسسه غير مؤبده وكذا اللي احنا قلناه علشان حل
عدم التوائمات وانه ما يعيش حياته كلها في نكد ولا حياتها كلها في نكد. لكن يا اخي سبحان الله مؤسسة الزواج دي الطرف الاضعف فيها هو البنت، خلينا نقول كده بصراحة، ما نقعدش بقى نلف وندور، الطرف الاضعف فيها هو البنت. كان يا مولانا ولا يزال وسيظل. لا لا لا، ما كانش. البنت هي اللي بتحمل، البنت هي اللي بتلد، وعند الولادة حياتها ربنا يسلم وتقوم بالسلامة. البنت هي اللي بترضع وبتعمل وبتهنن وتقعد لا يا عم لا، البنت هي الطرف اللي عايز الخدمة، اللي عايز الرعاية، اللي عايز العناية، اللي عايز الحماية. كمان هيضاف إلى ضعف مكانتها، وضعف مكانتها دي ليها فلسفة، أنها يخرج منها الحياة، أنها هي الأم. كلمة الأم دي حاجة كبيرة قوي وحاجة مهمة قوي، وهي فرحانة أن هي أم، ولما ما تبقاش أم تزعل ها وتتقهر. فهي أم، والأم دي لها تكاليف، لها تكلفة طبعا. فإذا هي بس برضو هي الطرف اللي أنا باجي معاه وأقول للرجل أنت عليك النفقة وعليك المهر وعليك السعي وعليك كذا، وهي تتدلع كده هو وتقعد ساكته كده علشان أصلها حامل، أصلها خلفت، أصلها كذا. فتملي أنا بحوط البنت برعاية جامدة جدا. فهي ليه؟ لأنها هي الطرف الأضعف في عملية الزواج. ما ضفش ليها بقى أنه يجي لها واحد عطيته القوامة وعطيته مسؤولية النفقة وعطيته في يده الطلاق وعطيته في كذا إلى آخره، وما يبقاش متوائم معاها ويزل أنفسها وأنفس اللي خلفوها. فبيقولوا وإحنا بننشئ الأسرة دي لازم أختار واحد كفء لها في دنياها وفي دينها، اللي هو الحديث الشريف دينه وخلقه وخلقه. نعم. ترضون نعم. دينه نعم. وخلقه. صحيح. فحضرتك لما يجيني ولد متربي تربية كويسة في أمانة الله، خلقية وكل حاجة، لكنه في المقابر، اتربى في المقابر، كان بيأكل بإيديه وهي بتأكل بالشوكة والسكينة في بيت أهلها، ومتأنف منه، ما كانش بيغسل سنان، ما كانش بيغسل سنان، هتعمل إيه؟ فالفقهاء شافوا الكفاءة في ظل هذا التوائم وقالوا لا، ده احنا نجيب لها واحد من التربية بتاعتها أو أقرب ما يكون، يعني أقرب ما يكون، يعني دام المجتمعات في حالة حراك يعني ما فيش مانع، بس أقرب ما يكون. تمام. لما يكون أقل منها يعني درجاية كده أو أكتر منها درجاية ما فيش مانع، وأكتر منها يبقى أحسن، لأنه هو لا يأنف منها لكن هي اللي هتأنف منه، هو الطرف القوي لكن هي الطرف الأضعف. فأنا لازم أقف أنا معاها أكيد. بمعنى أنا رحت اتجوزت واحدة أقل مني بكتير في مستواه، ما يجراش حاجة. ليه؟ لأن أنا اللي هقود البيت، وأنا اللي علي النفقة، وأنا اللي علي السعي، وأنا اللي علي الحماية والرعاية والعناية، علي كل حاجة. فما تفرقش، أدربها أخليها لكن هي هتعمل فيا إيه بقى إن شاء الله لما تكون أعلى مني؟ ولا حاجة، هتتقرف مني. يبقى أنا أضفت على الموقف بتاعها عبء أكبر. نعم. فده فلسفة الكفاءة. ولذلك الكفاءة يعني افرض انه ما بقاش فيه كفاءة، الزواج صحيح ولكن مهدد، ولكن مهدد. واخد بالك؟ مظبوط. افرض ان الاتنين بيحبوا بعض حب بتاع برضو اللي قلنا عليه ده وبتاع قس وليلى وكده، يتجوزوا ما يجراش حاجة، ويجوز للأب أن يتغاضى عن هذه الكفاءة. فالكفاءة ده نوع من أنواع الإرشاد. نعم. ولذلك ترى بعض الأئمة زي الكرخي وسفيان الثوري والحسن البصري بيقولوا ولا في كفاءة ولا أي حاجة، ما كل اللي عايز يتجوز يتجوز. تمام. ده ربما يعني المجتمعات كانت الحدود أو أنا يعني أنا عايز أشرح قصة الكفاءة. نعم. قصة نعم. الكفاءة كانت نوعا من أنواع تهدئة البال وإصلاح الحال
ولمصلحة البنت إنها تتجوز واحد يا من مستواها يا أعلى من مستواها. لماذا؟ لأننا خفنا من تحكمه الغلس فيها أن يكون يعني إضافة للأعباء التي تتحملها كتر خيرها. أدي الحكاية. يعني ما بعض الناس يفتكر أن ده تمييز عنصري، لا ده مش تمييز عنصري إطلاقا، بل إن الكفاءة نفسها يمكن التنازل عنها، بل إن علماء الإسلام الكبار زي الثوري والحسن وكذا إلى آخره والكرخي بيقول ولا في كفاءة ولا في حاجة. فيبقى إذن هي مسألة زمنية كانت تريد استمرار الأسرة. طيب مولانا بعد الفاصل هناقش مع حضرتك في دعوة أطلقت مؤخرا لفتح أو فكرة أو يعني التعدد، تعدد الزوجات كحل من حلول مشكلة تأخر الزواج عند الفتيات. هنعرف قول الشرع وربما أيضا القول الاجتماع من فضيلة الإمام، ولكن بعد الفاصل ابقوا. اهلا بحضراتكم من جديد. مولانا، هل مشكله تاخر سن الزواج عند الفتيات ووصلنا 8 مليون بنت لم تتزوج حتى الان او ربما اكثر بشويه، هل لقول البعض ان احنا تخلينا عن فكره تعدد الزوجات مثنى وثلاثه ورباع زي ما كان اجدادنا او ابائهم بيعملوا؟ في الحقيقه قضيه التعدد في مصر بالذات ما كانتش موجوده، وكان بكتير هو كان الزواج بأكتر من واحدة. يعني جدي مثلا تزوج واحدة فماتت فتزوج الأخرى فطلقها فتزوج الثالثة وطول عمره متجوز واحد. جدي التاني أبو أمي تزوج واحدة وعاش معاها لغاية ما مات أو ماتت، ولما ماتت ما اتجوز. أخوه اتجوز واحدة ثم أضاف ليها واحدة تانية، لكن مش أربعة. التعديل اللي هو بمعنى أربعة حضرتك شايف إن هو في مصر لم يكن وحتى الآن غير يعني غير مستصاغ. يعني ويليام لين في المصريون المحدثون عاداتهم وتقاليدهم، وهو جه هنا 1830 أيام محمد علي وكتب، فكان بيعلمه واحد اسمه الشيخ الفيومي، فبيروي هو عن الشيخ الفيومي إن هو راح تزوج على مراته، فجاءت أمه وجابت لين باعتبار أنه هو كأنه الشخص صاحب المعزة الخاصة عند الشيخ الفيومي، وجلست تشتم في الشيخ الفيومي أمام لين، ولين بيقول أن لقيته عامل زي القطة وفي سكون تام ومش عارف قبل فوق إيد أمه، فتعجبت إزاي العلاقة دي بين الأم والولد، وقالت له يؤمره بأنه يطلق الجديد. فكرة التعدد عند المصريين عبر التاريخ ما كانتش مش راسخة عندنا. راسخة لا تمام. ما كانتش راسخة. ولذلك وأنا بتكلم عند مصر دلوقتي لأنها موجودة في أماكن أخرى ومقبولة لدرجة أنه في بعض البلدان بتروح الست تخطب لجوزها. صحيح بيحصل في إعلانات على كده. ثقافة وكده. لكن احنا كمان اضيف الى عدم تجربتنا الواسعة في حكاية التعدد دي تجربة اخرى، وهي السينما المصرية. السينما المصرية ادت دور كبير جدا في تكريه النساء في التعدد لدرجة انها بقت جريمة، ولدرجة ان بعض الستات والعياذ بالله تعالى يفضلن الزنا على الزواج. يعني يروح يزني مقبولة وتعفي عنه، بس ما لكن ما يتجوز. ولهن في ذلك أحوال وقصص إلى آخره، ربنا يعفو عنهم ويهديهم ويتوبوا إلى الله، لأن الحلال حلال والحرام حرام وده غلط. ولكن أنا لا أعتقد أن التعدد سيكون بوجه من الوجوه، لأن التعدد يحتاج إلى غنى. لازم أكون غني علشان اعرف اصرف على الشيء لدي. واحنا سامعين الدكتوره نسرين وهي بتقول لك ده قضيه ايضا اقتصاديه صحيح. فاذا هتعمل لي ايه؟ ولا حاجه.
الثمانية مليون هيروح منهم 3000 بس، ويفضلوا 8 مليون الا 3000 يبقى ما عملناش حاجه. مظبوط صحيح. دي نمره واحد. نمره اتنين وهي الأسوأ، ان القادر على الزواج الثاني ده كبير في السن. صحيح. والبنت المتمن 8 مليون دول عندهم من 20 ل 30 ل 35، فهو عايز بقى ابو 20. وهنا مصيبه كبرى في اختلال مفاهيم المجتمع وما سيجري فيه. فأنا لا أعتقد من أجل هذا، وطبعا إخواننا الجماعات الإرهابية هياخدوا كلامي ده ويقول لك ده الشيخ مش عارف بيحرم إيه وبيعمل إيه وسوي إيه، خليهم سادرين في ضلالهم وفي غيهم ولا هيهمني، لأنه أنا كلامي مش هيفهموه، لأنهم ناس عبدت سلطة وعبدت دنيا، وإحنا ما إحناش بتوع الدنيا. ولكن أنا لا أعتقد أن التعدد سيحل المشكلة، ما هيش هيحلها. ليه؟ للعمق التاريخي المصري من ناحية، وللدافع لهذا من ناحية تانية. نعم، أشكر فضلتك. ونتحول إلى بعض الاتصالات الهاتفية من مشاهدينا الكرام، وأعتذر للتأخر في التواصل معهم. أم محمد اتفضلي. محمد لو سمحتي ممكن بس تسمعينا من التليفون وتوطي التلفزيون إذا كرمتي. تفضلي فندم. أيوة حضرتك، أنا عندي على طول وسواس، كان الأول في الصلاة بس، دلوقتي الوسواس بقى معايا على طول. تمام. دلوقتي بقى الوسواس معايا على طول. يعني بقيت بخاف من كل حاجة حواليا، كل حاجة حواليا خايفة منها. طيب حاضر يا فندم، مولانا هيقول لحضرتك بالظبط ايه اللي ممكن يتم. حاضر. استاذه منى اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت عايز استفسر في فرق بعمر لو سمحت. افندم؟ استفسار لو سمحت. اتفضلي. فضلت الشيخ، انا عندي صديقه ارمله مرتبطه بانسان متزوج وكده، فكانت بتسال يعني الزواج العرفي بالنسبه لها، مع علم ان اهلها طبعا مش هيعرفوا ولا عندهم في البيت لعدم وجود مشاكل يعني. مش هتبلغ اهلها بالزواج يعني؟ نعم. مش هتبلغ اهلها بالزواج؟ لا مش هتبلغ اهلها بالزواج طبعا، ولا هو عنده في البيت ما مشاكل. تمام. سواء من عندهم او عندهم، بس هي بتعمل كده عشان خاطر الحرام، ما تعملش حاجه غلط على حرام يعني، تاخد ربنا. حاضر استاذ منى، تحت امرك يا فندم. استاذ ام محمد اتفضلي ستي، تحت امرك. ست ام محمد. طيب استاذ امال. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. انا عايزه يعني اقول للشيخ علي جمعه ان ازمه الجواز الحقيقه هي ازمه اقتصاديه من الدرجه الاولى، لان الشباب العاطل والحياه اللي بقت غاليه جدا، الشقق الغاليه والوظائف اللي مش موجوده خلت الشباب مش عارفين يتجوزوا. اما مغالاه الاهل في المهور والشبكه والالتزامات الزواج، انا اعرف ناس كتير مستواهم الاجتماعي كويس جدا وتنازلوا عن حاجات كتير علشان بناتهم يتجوزوا، لان امنيه اي اب وام ان هم يجوزوا بناتهم ويطمنوا عليهم. ومع ذلك الشباب برضو في حاله يعني الاخلاق عندهم ما بقتش زي الاول، وزادوا طمع وزادوا يعني. وده اللي كان نبه منه الحقيقه فضيله الشيخ، يعني كان نبه من الجزئيه دي. مظبوط يا فندم. بقول لحضرتك فضيله الشيخ كان نبه من الحاله دي. مظبوط. اشكر حضرتك يا فندم. شكرا يا استاذه امال. طيب مولانا، نرد على ست محمد نقول لها ايه؟ انا انصحها بالمعونه الطبيه. الوسواس بيروح الحمد لله دلوقتي ببعض الادويه، بس عايزه فتره علشان تروح، لانه الكيميكال بتاع البرين او المخ بيتاثر، فدي مش هتعرف تقاومه باذكار وحاجات وكده، لانها معاها من زمان. كان في الصلاة ثم انتقل إلى كل شيء في صورة خوف، ده معروف ومدروس وبيتعالج وبينجح في العلاج، فلازم من المعونة الطبية. نعم. القضية الثانية من الست، ولكن هل في إذكار معين تستعين به؟ مش دلوقتي. لو كان الوسواس هاجم عليها كان في مجموعة من الأذكار يمكن إن احنا نرشدها إليها. لو زاد عن 3-4 أسابيع التجربة بتقول إن هذه الأذكار لا تصلح.
نعم شيء مرضي بقى يعني محتاجين استشارة طبيب يعني. نعم. أما أنه هاجم النهاردة ولا بكرة ولا من أسبوع وأنا ابتديت أوسوس ساعتها يكون كلام تاني. الأستاذة منى بتسأل عن حاجة وهي أنه زواج عرفي مستكمل الأركان لكن أهلها مش هيعرفوا حتى لو كان هذا حلال عند مذهب أبي حنيفة إلا أن احنا لا ننصح به لأنه مشاكله كتيرة ولأنه هذه الزيجات لا تستمر وستستمر سنة 2 3 4 5 6 ثم بعد ذلك هتنفجر وحينما تنفجر هتبقى مشاكلها أكبر بكثير جدا خاصة لو كان في أولاد. الأستاذة أمال بتقول إن الاقتصاد هو السبب الأساسي وفي الحقيقة لما عملنا أبحاث عن العنوسة طلع إن إحنا عندنا 65 سبب 65 سبب بعضها عقيدة الأولاد بعضها في اعتقادات البنات بعضها في الثقافة بعضها في العادات والتقاليد الاجتماعية بعضها يرجع إلى الأهل بعضها يرجع إلى الاقتصاد بعضها يرجع إلى وهكذا عبارة عن اللي أشارت إليه الدكتورة نسرين التجربة السيئة أنا شفت أبويا وأمي وهم منفصلين إزاي أتجوز ليه أنا شفت أبويا وهو بيضرب أمي طب أتجوز ليه طب وهكذا. طبعا كلمة اعتقادات البنات اللي هي برضو أشارت إليها في قولها إنها عايزة تبني حياتها العملية وعايزة تشعر بذاتها واستقلالية وباستقلاليتها وعايزة يجيلها مورد رزق عشان الولد ما يبقاش له صاحب فضل عليه مزبوط. إلى آخر هذه العقائد ده يجوز شرعا يا مولانا؟ مش حكاية يجوز هو بيسبب التعاسة في النهاية تمام. يعني مش عايزين كل حاجة يجوز ولا لا يجوز حرام ولا حلال فقط إحنا عايزين بس نستعمل عقلنا ده في التطبيق بيجعل هناك ما فيش سعادة لكن المفاهيم الواسعة المفتوحة هي اللي بتجعل هناك سعادة ولذلك بندعو الناس إليها 65 سبب 65 سبب. إذن لما تيجي الأستاذة أمال وتقول إن الاقتصاد هو أول هذه الأسباب ماشي ما يجرش حاجة أنا مش مخالف لكن على فكرة مش هو السبب الوحيد ده واحد من 65 ممكن أنا أحطه نمرة 4 ممكن هي تحطه نمرة 1 مفيش مانع تمام مفيش مانع. فإحنا وإحنا بنتكلم مع 65 سبب ما يعني كلامنا ما بيشملش تملي ال 65 سبب لكن دي حتة ودي حتة ودي حتة ودي حتة لكن لما جمعناهم بقى بصورة أكاديمية 65 سبب للعنوسة في أي مكان ومنهم مصر. نعم طيب أتحول للأستاذة ريهام تفضلي فن. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل الدكتورة عن موضوع الجواز. أنا بيقدم لي ناس كتير جدا وفي منهم اللي بيجي البيت وفي منهم اللي بقابلهم بره لكن كل ما بيحصل حاجة كل ما بيجي الموضوع رسمي خلاص جايين البيت الموضوع كله بيبوظ من غير أي حاجة. وانا اتخطبت مره واحده ويوم الخطوبه بالليل الموضوع برضه انتهى من غير اي اسباب. يعني حضرتك متشككه في شيء معين في البيت يعني؟ مش عارفه هو علاقته بالبيت او حاجه بس وقت ما حد بيجي يتقدم لي انا بتعب بحس بخنقه فظيعه جدا بحس ان انا مش عايزه الموضوع. حاضر يا فندم. في التمام عايزه اسال الشيخ عن الموضوع ده وهي خطوبه حاضر. مره واحده ويومها بالليل الموضوع انتهى برضه بدون اي اسباب. بس انت بتقولي يا ريهام انك انت بترفضي الموضوع. انا مش برفضه انا بحس بخنقه. بتحسي بخنقه بتحسي بانك ما انتيش عايزه تكملي هذا المشوار. لا انا بصلي استخاره وكل حاجه انا وقت ما بيجي لي حد انا بتعب انا بحس بتعب في جسمي بحس ان انا تعبانه وبحس ان انا مخنوقه جدا لكن بصلي استخاره مره واثنين وثلاثه وبحس ان انا خلاص الموضوع ماشي تمام الحمد لله. طيب يا ريهام اتفضل. حد تاني؟ لا مفيش ما اتفضل معاك. هو يعني ريهام بتشير إلى وكأن شيئا غيبيا في الموضوع حد عامل سحر حد عامل حسد حد عامل كذا إلى آخره. وإحنا عندنا قاعدة قرآنية عجيبة وقوية جدا إن كيد الشيطان كان ضعيف صحيح فهنفترض صحيح. إن في كيد للشيطان نعم. فكيف يذهب نعم.
فعلمائنا ومشايخنا هم بيعلمونا كده ازاي نواجه هذا الشيطان. يقول لك حاجات بسيطه جدا، اقرا ايه الكرسي 11 مره. آية الكرسي 11 مرة دي لما بنقراها ورا بعض متصلين قم نلاقي روحنا نفسيتنا تحسنت أو كذا. اقرأ الفاتحة 7 مرات قم نلاقي مع قراءة الفاتحة 7 مرات يعني ربنا سبحانه. ويسأل بقى السائل يعني الفاتحة 7 مرات هتودي الشيطان؟ إن كيد الشيطان كان ضعيف. ولذلك أنا بقول لرهام احتياطا، وده ذكر لله وقرآن وحاجة كويسة في أمانة الله، تقرا آية الكرسي 11 مرة. نعم. طب مولانا، من أسئلة السادة المشاهدين على الاس ام اس، حد بيسأل حضرتك ياخد قرض من البنك لشراء سيارة لأمر ضروري؟ أدام توسطت السلعة فلا ربا. طيب الأستاذة منى بتسأل حضرتك عندها شهادات في البنك بتصرف منها وبتاكل منها، هل تطلع فايدة على أصل المال الموجود في الشهادات ولا على الريع اللي بيخرج منها شهر؟ تقصد الزكاة، الزكاة تخرج 10% من الريع. 10% من الريع الريع بتاعها. طيب ايضا كان في بعض تعليقات حضراتكم الحقيقه على الفيسبوك، لكن كلها الحقيقه بتحمل الاهل جزء من المسؤوليه والمبالغه، وده اللي قاله عدد من حضراتكم، استاذه منال، استاذ اسامه، استاذه يارا، وكل بيقول برضو مساله الهروب من المسؤوليه زي ما بيقول الاستاذه او بتقول استاذه ريهام محمد، بتقول الهروب من تحمل المسؤوليه. بكده نكون وصلنا الى نهايه حلقه هذا المساء. بنشكر فضيلة الإمام كل الشكر، جزاكم الله خيرا في المنبر. شكرا لك. شكرا جزيلا لفضيلتك. وبنفكر برضو حضراتكم يوم الثلاثاء إن شاء الله حلقة مخصصة من الأول للآخر للرد على أسئلة حضراتكم. إلى اللقاء.